فيديو النهاردة بإذن الله هنتكلم عن MCQ Skeletal Muscle. قسمت السكيليتال ماسل إلى جزئين لأن الموضوعات كتيرة جدا بجمل بأفكار كتيرة. النهاردة هنتكلم عن الجزء الأول في السكيليتال ماسل، وده يشمل Excitation Contraction Coupling، Structure of the Muscle مهم، Mechanism of Contraction، Mechanism of Relaxation. الجزء الثاني هيكون تكملة للسكيليتال ماسل إن شاء الله. كل جملة زي ما أنتم متعودين معايا هنقول الاختيار صح أو غلط ليه. يفضل تكون مذاكر الجزء اللي هنشرحه في الفيديو علشان تكون الاستفادة كاملة إن شاء الله. السؤال الأول، نيورو ماسكولر ترانسميشن كان أوكير in both directions. تقول لي غلط، اتجاه الكهرباء بيبقى من النيرف تو ماسل وليس العكس. السبب في كده ان الفيسيكلز اللي فيها اسيتايل كولين في نهايات النيرف، فبيجي اكشن بوتنشال عند النيرف يفتح فولتج جيتد كالسيوم اتشانلز على السيرفيس، يدخل كالسيوم من بره لجوه النيرف، كالسيوم يمسك في فيسيكلز يكسرها يخرج منها أسيتايل كولين، والأسيتايل كولين يمسك في الريسبتور في الموتور اند بليت اللي هو نيكوتينيك ريسبتور، ويعمل لوكالايزد دي بولاريزيشن فيمسك ماسكة أقوى في الريسبتور ويتحول اللوكال بوتنشال إلى أكشن بوتنشال ويتنقل للسيرفيس اوف ذا ماسل ممبرين. ده الكلام اللي قلناه في النظري. يبقى ايه غلط؟ does not show fatigue. جملة دي برضو غلط. ليه؟ كلمة fatigue معناها استهلاك الفيسيكلز، الفيسيكلز بتتكسر وبيخرج منها الكيميكال ترانسميتر. دايما النيورو ماسكولر فاتيج معناها بكسر فيسيكلز كتيرة. خلي بالك ان النيرف شخصيا ما عندوش فتيج، انا بتكلم على فتيج على مستوى الفيسيكلز. سي is affected by calcium level in extracellular fluid. تعالوا نفكر مع بعض، السكيليتال ماسل هل مخزنة كالسيوم كفاية ولا لا؟ تقولي عندها كالسيوم كفاية، يبقى مش محتاجة كالسيوم من بره من الاكسترا سيلولار فلويد. لكن الهارت العكس، الهارت عايز كالسيوم طول الوقت كونتراكشن، والمخزن بتاعه ساركوبلازميك ريتيكولوم بور ديفلوبد، وبالتالي محتاج لكالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى سي غلط، انا بتكلم عن سكيليتال ماسل. is enhanced by high level of cholinesterase. يعني ايه cholinesterase؟ هو الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين. طيب انزيم بيكسر اسيتايل كولين، تتخيل ان الترانسميشن هيبقى اسرع واقوى بان انا كسر الكيميكال ترانسميتر بتاعي؟ تقول لي طبعا غلط، الصح كنا نقول انتي كولين استريز، هدي أدوية معينة تمنع تكسير الأسيتايل كولين زي فايزوستيجمين نيوستيجمين أمثلة كثيرة. يبقى السؤال ده كل الاختيارات خطأ. السؤال اللي بعده، نيورو ماسكولر ترانسميشن is increased by كوراري. بصوا معايا، الكوراري بيعمل ايه؟ بلوك للنيكوتينيك ريسبتور اللي في الموتور اند بليت، نهايات النيرف وبدايه المصل. بلوك معناها انا بمنع الاسيتايل كولين انه يمسك فيك. ده من الاول، يبقى الجمله دي صح لان الكوراري ده احد النيكوتينيك بلوكرز. خلي بالك الكوراري يستخدم في الريلاكسيشن اوف ذا ماسل،
ودي مهمة جدا الجراح محتاجها. عايز يشتغل على أبدومين لاكس مرتخية، لأن لو الأبدومين مشدودة وكونتراكتد المشرط هيعمل قطع في فايبرز كتير ويحصل بليدنج. is blocked by كارباكول. كارباكول هو الفحم، وهو اللي بيشغل النيكوتينيك ريسبتور في الموتور اند بليت. يبقى الجملة دي غلط، انا اللي بشغل الريسبتور، يبقى المفروض stimulated by كارباكول وليس العكس. is enhanced by انتيكولين استريز. شفت انا جبت لك السؤال اللي فات والسؤال ده، هتلاحظ ان في تقارب في فكرة الام اس كيو، لازم تكون مركز. انتيكولين استريز تقول لي صح. is one way direction. طب كمل الجملة. from muscle to the nerve. تقول لي ايه ده غلط، المفروض from nerve to muscle. يبقى الصح هو سي. الجملة اللي بعدها هي كيس صغيرة، راجل 42 سنة عنده مايسينيا جريفز. تعال افكرك بالنظري معنى الكلمة. كلمة مايو معناها مصل، واسينيا معناها ويكنس او ضعف. جريفز اول ما اكتشفوا ضعف العضلات كان في الحوامل، وبعد كده قالوا كل الناس يجي لهم مصل ويكنس سواء رجال او سيدات. نوتد انه زاد قوة العضلة عنده لما تعالج بكولين استريز انهيبيتور. يعني انا اديته انتي كولين استريز، اديته دواء يمنع تكسير الاسيتايل كولين. طيب فالسؤال، البيزس فور امبروفمنت از انكريزد ايه؟ يعني اساس انه تصلح، انه تعالج كويس، ايه الاساس العلمي بتاعنا؟ قبل ما نقرا الاختيارات ونقول صح او غلط، في النظري مايسينيا جريفز سببها ايه؟ الجسم بيطلع انتي بادز ضد معظم النيكوتينيك ريسبتورز. جهاز المناعة عندنا بيتصرف بطريقة خاطئة تماما، بيهاجم نفسه. طيب الحل ايه؟ ان انا احافظ على النيكوتينيك ريسبتورز اللي ما اتضربتش بالانتي بادز، احافظ عليها ان انا اعلي مستوى الاسيتايل كولين، امنع تكسيره، فيمسك في النيكوتينيك الريسبتور السليمة الباقية. عشان كده في كلامي كنت محدد قوي، قلتلك انتي بادز اجينست موست نيكوتينيك ريسبتورز ات موتور اند بليت، ما قلتش اجينست اول، لا ده مش ضد الكل، ضد المعظم. طيب يزيد amount of acetylcholine released from motor nerves. تقولي لا انا ما بزودش كمية الاسيتايلكولين اللي خارجة، لا انا ما ليش علاقة بتصنيع الاسيتايلكولين. بي صح، انا بزود الليفل، انا بحافظ عليك against destruction. دي مهمة قوي. طب سي، ازود النمبر of acetylcholine receptors on muscle end plate. هو انا بزود العدد؟ تقول لي لا انا ما بزودش عدد الريسبتور، عدد الريسبتور السليم الباقي احافظ عليه. ازود الاماونت اوف نور ايبينفرين ريليزد فروم موتور نيرفز. تقول لي اساسا ملاش اي علاقه، احنا بنتكلم عن اسيتايل كولين. طب ازود تصنيع النور ايبينفرين ان موتور نيرفز، برضو غلط. طيب سؤال تاني، at the motor end plate of skeletal muscle. الموتور end plate اسمها التاني نيورو ماسكولر جانكشن. كالسيوم انتري انتو بري سينابتيك تيرمينال. نقف سنه ونتكلم يعني بري سينابتيك. الاتصال بين النيرف ومسل
هو اسمه سينابس، لان كلمة سن S-Y-N باللاتيني معناها جانكشن او اتصال. اللي فوقها اسمه بري، واللي تحتها اسمه بوست. طب الكالسيوم بيدخل في النيرف فيخرج الترانسميتر، يبقى دي صح. اند بليت بوتنشال produced by زيادة البرميابيليتي of the muscle membrane to calcium ion. تقول لي غلط. الممبرين of the muscle او الساركوليما هيدخل الاكشن بوتنشال وليس كالسيوم. طالب يقول لي طب اثبت لي، اقول لك النيكوتينيك ريسبتور دي جواها بوابات صوديوم او بوتاسيوم، مفيش فولتج جيتد كالسيوم تشانلز جوه النيكوتينيك ريسبتور اساسا، لان احنا مش محتاجين ندخل الكالسيوم من الاكسترا سيلولار فلويد علشان يزود الكونتراكشن اوف سكيليتال ماسل. سكيليتال ماسل كونتراكشن محتاج كميه معينه من الكالسيوم، وهذا يتوفر جوه المخازن. خلاص. سي موتور اند بليت بوتنشال از ا بروباجيتد الكتريك كارنت. لو طالب شاطر يقول لي الريسبتور از ا لوكال بوتنشال. جدول المقارنه بين اللوكال والاكشن بوتنشال افكرك، قلت ان السايت اوف لوكال بوتنشال ريسبتور، اي ريسبتور في جسمنا لوكال بوتنشال ما بيوصلش للفايرنج ليفل على طول، عشان كده الجمله دي غلط. هو مش بروباجيتد، هو لوكالايزد، كهربا ما بتنتشرش منه لتحت، لا لسه. عشان تنتشر محتاج الاسيتايل كولين يعمل اكتر من ماسكه في النيكوتينيك ريسبتور. كل ماسكه تمثل سب ثريشولد ستيمولس، مؤثر ضعيف. الماسكه الاولى مش كافيه، الماسكه الثانيه زائد الماسكه الاولى توصلني لفايرنج ليفل. هنفتح بوابات صوديوم اكتر جوه النيكوتينيك ريسبتور ونوصل لفايرنج ديبولاريزيشن اكشن بوتنشال كامل ثم بروباجيتد. لكن تقول الموتور اند بليت شخصيا بروباجيتد، اقول لك لا. نيورو ماسكولار ترانسميشن انهانسد باي، طب نغير بقى كلمه كوراري كررناها كذا مره، باي ساكسينايل كولين. ايه رايك؟ تقول لي ايه الساكسينايل كولين ده؟ بيأخر فتح الفولتج جيتد بوتاسيوم اتشانلز في النيرف. اخرت خروج البوتاسيوم يعني اخرت الري بولاريزيشن، يبقى سيتاخر الاكشن بوتنشال كمده اجماليه، هيتاخر معايا. وطالما اتاخر يبقى هيتاخر النقل من النيرف للمصل، فيتاخر المصل كونتراكشن فيحدث ريلاكسيشن. لان في معلومه مهمه، طلبه فهم الموضوع غلط، فاهمين ان دي بولاريزيشن هو اكشن بوتنشال، لا هو جزء من الاكشن بوتنشال. عايزك تراجع من النظري دور البوتيولينم توكسين، ده بيمنع خروج الاسيتايل كولين اساسا من النيرف من الفيسيكلز، وعشان كده البوتيوليزم اي حاجه اخرها اي اس ام يعني مرض، بتحصل نتيجه الاكل المعلب الفاسد، تونه سردين فسيخ فقد صلاحيته فينمو البوتيولينم توكس، وده يعمل ريلاكسيشن لعضلات التنفس وقد يؤدي الى الوفاه. السؤال اللي بعده، in the region of motor end plate of skeletal muscle all of the following are true except. في high concentration of choline esterase which breaks down the acetyl choline. ايه رأيك؟ تقول لي صح،
lack of calcium ion diminish the end plate potential in response to nerve stimulation. هتقول لي الجملة دي مالها صعبة كده، تعالى نقراها من الآخر للأول. لو أنا اديتك نيرف ستيميوليشن يعني أكشن بوتنشال للنيرف ثريشولد كافي وعملنا أكشن بوتنشال، المفروض يحصل إيه؟ تقول لي يدخل الكالسيوم جوه النيرف. فهو بيقول لك لو أنا اديت نيرف ستيميولاي والكالسيوم من الإكسترا سيلولار كان قليل، هل يا ترى ده يقلل الاند بليت بوتنشال؟ تقول لي طبعا صح، لان لو الكالسيوم قل اكسترا سيلولر مين اللي هيكسر الفيسيكلز ويخرج منها اسيتايل كولين؟ تقول لي مفيش، هنتاخر، فالاسيتايل كولين ريليز هيقل ثم مسكته في النيكوتينيك ريسبتور هتقل، يبقى صح. There are acetyl choline receptors blocked by atropine. هي دي الغلط، اكسبت دي. الريسبتور اللي موجود نيكوتينيك ريسبتور، والاتروبين متخصص في الماسكارينيك بلوكر، بيقفل او يتنافس مع الاسيتايل كولين على اي ماسكارينيك ريسبتور. هفكرك من الاوتونوميك، ماسكارينيك ريسبتور موجود على اورجانز، اما نيورو ماسكولار جانكشن ده مش اورجن. وقلت لك قاعده، طالما بالنيرفو ماسل او جانجليا يبقى فيها نيكوتينيك ريسبتور. ذا نيرف اندينجز كونتين ميني فيسيكلز، صح. طب وليه ميني ميتوكوندريا؟ لان الميتوكوندريا هو مصنع للاي تي بي. ايوه انا عايز اي تي بي عشان اخرج الاسيتايل كولين، يبقى كله صح اكسبت سي. السؤال اللي بعده، نيورو ماسكولر جانكشن بايندينج اوف ترانسميتر تو بوست سينابتيك ريسبتور. افهم معايا راس السؤال قبل الاختيارات، يعني ايه بوست سينابتيك ريسبتور اللي هو النيكوتينيك ريسبتور؟ انا جايب لك جمل بافكار مختلفه، يا اما الهيدنج فكرته تختلف يا اما كلمه في الاختيارات، ده دقه الام سي كيو. يبقى انا بتكلم عن نيكوتينيك ريسبتور. لو بصيت في الاختيارات ما قاليش صوديوم، ما قاليش بوتاسيوم، طب انا قال لي ايه؟ بص قال لك ديكريز بيرميابيليتي اوف بوست سينابتيك تو انينز. هو مين الانينز؟ انينز هما النيجاتيف ايونز اتراكتد للانود، للقطب الموجب للبطارية. هل يا ترى النيكوتينيك ريسبتور بيدخل نيجاتيف اينز؟ تقول لي لا، يبقى دي غلط. انكريس بيرميابيليتي، طبعا كله بعضه نيكوتينيك ريسبتور، تو كالسيوم، تقول لي غلط، ما عنديش بوابة للكالسيوم جوه النيكوتينيك ريسبتور. بزود البيرميابيليتي اوف بري سينابتيك تو كالسيوم، ملهاش علاقه براس السؤال، انت بتتكلم عن نيكوتينيك ريسبتور ده بوست سينابتيك. طيب ايه علاقتي باللي فوق بالنيرف؟ ما احنا خلاص نزلنا من النيرف لتحت، يبقى غلط. بص بقى على دي هي الصح، انكريز بيرميابيليتي اوف بوست سينابتيك ممبرين تو سمول كاتاينز، صح، لان الكاتاينز هما البوزيتيف ايون اتراكتد للكاسود، للقطب السالب للبطاريه. انت بتتكلم عن صوديوم بيرميابيليتي من خلال نيكوتينيك ريسبتورز، صح. او قد تكون الصيغه بطريقه تانية، اقول لك انكريز بيرميابيليتي اوف بوست سينابتيك ممبرين تو صوديوم، تقول لي صح. او زياده صوديوم كوندكتنس، تقول لي صح. او زيادة صوديوم انفلكس، تقول لي صح. السؤال اللي بعده، دخلنا في الاستراكتشر اوف سكيليتال ماسل. ساركومير is the functional unit of the skeletal muscle. عايزك تاخد بالك من حاجة،
ان انا عندي في تقسيمه السكيليتال ماسل البدايه فاسيكلز حزم، والفاسيكلز دي تتكون من فايبرز، والفايبرز تتكون من فايبرلز. حلو. الفايبرلز اللي هي الياف صغيره تتكون من فيلامنتس، ويتقسم من عند الفيلامنت الى سيجمنت الى قطع. اهو كل سيجمنت من دول اسمه ساركومير. كلمه ساركو مينز ماسل باللغه اللاتيني، ومير معناها عضله. يبقى اذا ده الماسل لينس بتاعي. ايوه ده يمثل الفانكشنال يونت اوف سكيليتال ماسل. دايما كلمه فانكشنال يونت او وحده وظيفيه تمثل اصغر جزء في التركيبه. وافكرك بالنظري، انا عندي 2 زد لاينز، كل زد لاين ماسك في اكتين. المسافه بين التو زد لاين هو طول العضله او الساركومير. تقول لي تمام. بي It is conducting tubule running in parallel to myofibrils. اللي بيمشي موازي للمايوفايبرل هو اللونجيتيودينال تبيول وليس ساركومير. انا بتكلم عن ساركوبلازميك ريتيكولوم. الساركومير يمثل كونتراكتايل بروتينز. تقول لي لا، لا يمثل كونتراكتايل بروتينز خالص. كونتراكتايل بروتينز هم الاكتين والمايوسين. خلي بالك ان الاكتين ليه اكتر من اسم. اقول لك سين فيلمنت، او اقول لك اي باند. اي لانه ايزوتروبيك يعني فاتح تحت الميكروسكوب. المايوسين هو سيك فيلمنت او الشريط الغامق دارك باند، وبسميه A band. A أول حرف من كلمة an isotropic يعني مظلم. It represents regulatory proteins. طبعا غلط. الregulatory proteins هما التروبونين والتروبومايوسين. على فكرة التروبونين ليه 3 أنواع، وده اللي هنتكلم عليه في الام سكيوهات القادم. يبقى الصح ايه؟ السؤال اللي بعده، اتش زون انسترايتد مايو فايبرل. سترايتد المخطط قصدي بيها سكيليتال ماسل. يعني انا مش شرط اقول لك في السؤال سكيليتال ماسل، ادي لك وصف ليه بيعبر عنه. طيب اتش زون ده موجود فين؟ موجود في منتصف الساركومير. على فكرة الاتش زون في نص المايوسين، نص الدارك فيلمنت او الدارك باند. انا نص المايوسين. في النص هنا هنلاقي مايوسين فقط، يعني الزون دي فيها مايوسين بس وما فيهاش اوفرلاب مع الاكتين. طيب ار بايسكتد باي زد لاين. تقول لي غلط، ده منتصف المايوسين. مارك يحدد نهاية الساركومير. تقول لي لا، اللي بيحدد هو زد لاين وليس اتش زون. بص بقى على الجملة التالتة تلخبط شوية. permits more light transmission compared to a band. عايز اقول نقطة، طالما انا كاتش زون فيا مايوسين بس ومفيش اكتين، يبقى انا افتح. خلي بالك من اللي جاي، افتح من المكان اللي فيه مايوسين واكتين. ولكن اللي فاتح قوي يعني نمبر 1 في ان هو مشع ضوئيا هو الاي باند. فلو حبيت ترتبها مين الافتح فالاقل فالاغمق، نرتبها مع بعض. الاول اي باند اكتين ايزوتروبيك، ثم اتش زون مايوسين بس من غير اكتين، الاخير هو
الاي باند ده الغامق. فالجمله دي صح، لان بيقول لك بالمقارنه بالاي باند، مقارنه بمايوسين مع الاكتين. طيب don't it change in widths when the muscle contract. غلط. لما المسل كونتراكتس هيحصل اوفرلاب، يقرب الميوسين من الاكتين، فالاتش زون كسايز يقل. خلي بالك من المعلومه اللي هقولها دلوقتي، الاي باند طوله لا يتغير هو والاي باند، يعني الاي والاي باند ذا سيم لينس. ايه اللي بيتغير؟ اتش زون او 2Z lines يقربوا من بعض. الفكرة الأساسية إن المايوسين بيشد الأكتين إلى السنتر أوف الساركومير. أنا بشدك لجوه، كرات الأكتين يمين وشمال بتدخل في منتصف الساركومير، ولكن كآي باند يتغير طولها؟ لا. دي معلومة مهمة جدا. السؤال اللي بعده، ترانسفيرس توبيول بيخزن كالسيوم اثناء اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج؟ تقول لي لا، التي توبيول هو الممر اللي بينقل الاكشن بوتنشال من الساركولمة لجوه المسل فايبرز فايبرلز فيلمنتس، فهو باس واي. اللي بيخزن كالسيوم هو ساركوبلازميك ريتيكولوم. طيب يبقى بيه هي الصح، كوندكت اكشن بوتنشال، اتشانل فور كالسيوم انتري تو ماسل فايبر. على فكره الكالسيوم انتري ده موجود في الهارت. الهارت عشان عنده كالسيوم متخزن قليل ومحتاج كالسيوم من الاكسترا سيلولر، ربنا حط بوابات كالسيوم عند الساركو لمة اسمها لونج لاستنج كالسيوم تشانل، هتفتح ببطء. البوابات دي مش موجودة اساسا في السكيليتال مصل. بامب كالسيوم فروم اكسترا سيلولار انتو ساركوبلازميك ريتيكول. لا، انا ماليش علاقة بالكالسيوم اساسا. هو الجملة دي احنا حطيناها ليه؟ عشان نقول لك في كذا طريقة للتخلص من الكالسيوم. خلصت كونتراكشن، يا إما ترجعه للساركوبلازميك ريتيكولم، ودي عليها جملة MCQ جاية دلوقتي، أو تخرجه للإكسترا سيلولار فلويد. بس إن أنت تضخه من بره لجوه، لا. السؤال اللي بعده، ساركوبلازميك ريتيكولم ريليزس كالسيوم to initiate contraction. طبعا هي بتخرج كالسيوم، لان السيسترنا او الانتفاخ بتاعها في بوابات اسمها ريانودين كالسيوم تشانلز. وعايز انبه لنقطة، البوابات دي ما بتشتغلش بالكهرباء، اللي بيشتغل بالكهرباء هو داي هيدرو بايريدين او ذهب ريسبتور على التيتوبيول، يوصلوا الاكشن بوتنشال يفتح، فالكهرباء تعدي من خلاله وتوصل عن طريق الفوت بروسس الى السيسترنا او الانتفاخ. طيب الكالسيوم اللي جوه الانتفاخ هيمسك في الريسبتور الريانودين، كأن الريسبتور ده ليجند جيتد. فاكر لما قلنا في الاوتونوميك القفل اللي بيفتح بيمسك فيه المفتاح ويفتحه؟ نفس الكلام، الكالسيوم كانه اسيتايل كولين، كانه كيميكال ترانسميتر، يمسك في الريسبتور ده اللي على السيسترنا، ثم الكالسيوم يعدي من خلاله ويمسك بقى في تروبونين سي، وحنقول بقيه الايفنتس. اكتيفلي removes calcium to initiate relaxation. ها صح. ليه صح؟ الكالسيوم بعد ما استهلكناه في عملية الكونتراكشن، لان الكالسيوم هيمسك
في تروبونين سي فيشيل التروبومايوسين من مكانه. التروبومايوسين كان مغطي على الاكتيف سايتس بتاعه الاكتين اللي مفترض تمسك في مايوسين، هو مغطي عليها تماما. وبالتالي لما نشيلك من مكانك كانسوليتور هتبدا الكروس بريدج سايكلينج. بعد ما الكالسيوم يؤدي دوره ككونسنتريشن بتاعه بيقل، طب انا عايز ارجعه للمخزن للسيسترنا، المخزن في كالسيوم اكتر. طب ازاي ارجع كالسيوم من كونسنتريشن اقل الى المخزن كونسنتريشن اعلى؟ ده عكس الكونسنتريشن جريدينت. يبقى لازم نكسر ATP، يبقى ده اكتف صح، كالسيوم ATPase بامب. ده مهم. is more dense in fast twitch skeletal muscle fibers. يعني ايه؟ الفيديو اللي جاي هنتكلم على الجزئية دي. السكيليتال فايبرز نوعين، نوع سريع في الكونتراكشن، سريع في الفتيج، ونوع بطيء. فاست فايبرز معناها انا عايز اعمل كونتراكشن بسرعة وريلاكسيشن بسرعة. طب وفي الحالتين انت محتاج الى ATP. تقول لي تمام، عشان كده الساركوبلازميك ريتيكولم بتبقى مكثفة قوي في الفايبرز دي، لان الريتيكولم ده بيشتغل بكالسيوم ATPase بامب، بيرجع الكالسيوم عكس الكونسنتريشن جريدينت. لنبدا مرحله ريلاكسيشن. طالما انت فاست فايبرز يبقى انت مستعجل على ريلاكسيشن سريع، يبقى انت محتاج كالسيوم ATPase بامب تشتغل بكفاءه اكتر. ولهذه الاسباب ربنا خلى الساركوبلازميك ريتيكولم كونسنتريتد عندك اكتر، يبقى سي صح. allows spread of depolarization to the interior of muscle fiber. طبعا غلط، دي وظيفة التي توبيول. السؤال اللي بعده excitation contraction coupling depends on دهب ريسبتور. تقولي صح، لانه لما بيفتح بيعدي الاكشن بوتنشال للساركوبلازميك ريتيكولوم. يعتمد على فولتج جيتد كالسيوم تشانلز. تقولي لا، ليجند جيتد هو بيتكلم عن ريانودين ليجند. انا تحت امرك يا كالسيوم. كالسيوم باينز تو كالموديولين. تقولي لا، الكالموديولين ده موجود في السموث ماسل وليس سكيليتال ماسل، علشان كده غلط. اسمه كالموديولين يعني ايه؟ موديوليت، بيغير من وظيفة الكالسيوم. كلنا متعودين ان الكالسيوم يمسك في تروبونين سي في سكيليتال ماسل. في السموث ماسل انا ما عنديش تروبونين، انا عندي كالموديولين. لما يمسك في الكالسيوم يخليه ينشط انزيم معين على الميوسين هيد. ما هو الميوسين ليها راسين، الانزيم ده ياخد الفوسفيت من حوالين الميوسين هيد وينقلها الراس الميوسين اللي فيها ادينوزين داي فوسفيت، فيبقى كونت ATP. ثم اكسره وابدا السايكلينج بتاعي. هذا يختلف تماما عن اللي موجود في السكيليتال ماسل. all of the above طبعا غلط، الصح ايه؟ دهب ريسبتور. اثناء الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج كالسيوم ريليزد فروم اس ار ساركوبلازميك ريتيكولم باي ايه؟ مين اللي يخرج الكالسيوم؟ هتقول لي الصح، ممبرين دي بولاريزيشن. لما الساركوليما يبقى دي بولاريزد، التيتوبيول كممر هينقل الاكشن بوتنشال اللي هيكتمل، ثم ذهب يفتح، ثم الكهرباء تعدي من الفود بروسس الى السيسترنا، يخرج الكالسيوم ونبدا الكونتراكشن.
طيب ليه يا دكتور الباقي غلط؟ إينوزيتول تراي فوسفيت. الإينوزيتول تراي فوسفيت ده مش موجود في الساركوبلازميك ريتيكولوم، ده موجود جوه المسل فايبرز. الإينوزيتول تراي فوسفيت خلي بالك هو ده اللي عن طريقه هكون، مش هكون، هو نتيجة الفوسفولايبيز سي. بمعنى ايه؟ الفوسفولايبيز سي ده انزيم في البايو بيكون لي الكالسيوم. هتقول لي ماشي، الفوسفولايبيز ده بيشتغل على الإينوزيتول تراي فوسفيت، فده موضوع تاني خالص. وفي عندنا حاجة اسمها داج، داي أسايل جليسرول. على فكرة لو مسكت الموضوع كبايو كيمستري بالظبط، دكاترة البايو يقول لك إينوزيتول تراي فوسفيت زائد الداج هما نتيجة لشغل الفوسفولايبيز إنزيم على فوسفاتي دايل إينوزيتول داي فوسفيت. يعني PIP2 اشتغل عليها إنزيم، والإنزيم ده هو يكون حاجتين، الداج هو اللي بيعمل كالسيوم ريليز وليس إينوزيتول تراي فوسفيت. حتة بايو معقدة، يبقى دي غلط. بروتين كاينيز ايه؟ لا، الكالسيوم لما هيشتغل كسكند ماسنجر هينشط بروتين كاينيز سي، وكاينيز معناها ان انا باخد الفوسفيت انتراسيلولر انقله للمايوسين هيد اللي فيها ادينوزين داي فوسفيت. انا ماليش علاقة ببروتين كاينيز ايه عشان يحررني، اللي بيحررني هو الداج داي اسايل جليسرول، فدي غلط. زيادة الانتراسيلولر كالسيوم برضو غلط. ازاي ان الكالسيوم جوه السل زايد فيخرج كالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم اليه؟ لا، ده المخزن يخرج كالسيوم يروح الى فيلمنتس ويشيل تروبو مايوسين. increase intracellular sodium برضو لا. السؤال اللي بعده skeletal muscle contraction، كالسيوم بايند تو تروبونين تي. غلط، الكالسيوم بيمسك في تروبونين سي. عايز افكرك بحاجه في النظري مهم قوي، احنا عندنا تلات انواع من التروبونين. تروبونين سي يمسك في كالسيوم، تروبونين تي يثبت التروبومايوسين. تلاقي دايما الاختصار الحرف ده يمثل اول حرف من اللي هيمسك فيه. تروبونين اي يمسك في الاي باند او الايزوتروبيك اللي هو الاكتين. بيندينج اوف كروس بريدج لا تحتاج الى اي تي بي. اقول لك غلط، البيندينج عاوز اي تي بي. المايوسين حيتني راسه عشان يمسك في الاكتين موليكيول اللي مش بيربنديكولار عليه، اللي مش فوقه. طب ما هو البيندينج ده اسمه باور ستروك، ضربة الطاقة، يبقى دي خطأ. اي باند شورتنز، لسه قايل لك ان الاي باند ما بتقصرش، ولا هي ولا الاي باند. الاي باند اللي هو المايوسين ده ثابت في مكانه، ده بيشد الاكتين الى السنتر. كالسيوم ريليز فروم ساركوبلازميك ريتيكولوم، طبعا صح. الجمله اللي بعدها سكيليتال ماسل كونتراكشن بريسيدز، يسبق الاكشن بوتنشال. تقول لي طبعا غلط، ده اسمها اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج. الاول اكشن بوتنشال من النيرف الى ماسل ثم كونتراكشن. is initiated by دخول الكالسيوم من الاكسترا سيلولر، غلط. الكروس بريدج سايكلينج
نقف شوية ونفكر بعض. يعني كروس بريدج، المايوسين كأنه بيتمشى على كرات الأكتين. المايوسين ده ليه طبعا هيد وارم ونك وتيل. فكلمة كروس بريدج الأساسي فيها هو الهيد والارم، ده الأساسي عندي. وقلتلك ان المايوسين ليها رقبة هينج، طبعا زي مفصلة الرقبة، يقدر يحرك راسه في اتجاهات كثيرة، وليها كمان تيل. سؤالي ليك، كروس بريدج سايكل كانوا كام مرحلة؟ تقول لي 4: بايند، بند، ثم دي تاتش، ثم ري سايكل او ري انرجايزنج، اعادة الدورة مرة اخرى. سؤالي ليك بقى، هل يا ترى الاربع مراحل دول ATP dependent، يعتمد على طاقة؟ اقول لك لا، البايندينج المسكة مش محتاجة ATP، اللي محتاج بيندينج انفصالي عن الاكتين لان طاقتي خلصت عايز امسك في ATP جديدة، ثم اكسر الATP ريسايكلينج. يبقى اذا الجملة دي غلط لانها مش قول. هتقولي طب ما هو ما قاليش قول في الجملة. الجملة مفهومة كله لما اقولك كروس بريدج سايكلينج از، معناها شملت عممت كل المراحل. occurs by shortening of actin وميوسين، قلت لك غلط، الاكتين والميوسين طولهم ثابت لا يتغير. ينتهي when calcium is passively، خلي بالك، taken into sarcoplasmic reticulum، تقول لي غلط، calcium is actively taken. السؤال اللي بعده skeletal muscle contraction، all are true except، انا عاوز الاجابة الغلط. كالسيوم يمسك في تروبونين سي، تقول لي صح. الميوسين هيد بيشتغل كATPase enzyme، ها الميوسين هيد يا ترى بيشتغل كATPase enzyme؟ تقول لي لا، الميوسين هيد ايوه في ادينوزين داي فوسفيت. طب ما هو مستني فوسفيت عشان يبقى ATP ثم اكسره، يبقى لكن الهيد نفسه مش هو اللي بيكسر الATP، ده في انزيم اسمه مايوسين ATPase انزيم. الاكشن بوتنشال بيوصل للمصل خلال التيتوبيول، صح، اكتيف ري ابتيك اوف كالسيوم، صح. هتلاقي ان الافكار مكرره. السؤال اللي بعده سكيليتال ماسل كونتراكشن، نرجع تاني بيقصر الميوسين والاكتين، تقول لي لا، ريليز اوف كالسيوم من التيرمينال سيسترنا از انيشيتد، صح. هنا بقى تقول لي يعني ايه انيشيتد؟ يعني بدايه الكونتراكشن. الموضوع ده اسمه ووك الونج ثيوري. الووك الونج انا بشرح من اول الكالسيوم خرج من الساركوبلازميك ريتيكولم حتى النهاية. طيب depend binding of calcium to tropo myosin، لا، الكالسيوم بيمسك في تروبونين سي علشان يشيل التروبو مايوسين، لكن هو ما بيمسكش فيه. بيبقى أقوى لو المسل over stretched، لا. ستارلينج قال قانون مهم قوي، كل ما المسل لينس تزيد، يعني كل ما الميوسين هيد يبعد عن الاكتين، قوة الكونتراكشن تزيد within limits. حتى قلنا في النظري ان افضل طول للعضلة يحدث عنده افضل كونتراكشن هو 2.2 مايكرون، ده الافضل. لو حصل اطالة في العضلة اكتر من كده over stretched، اتشدت اكتر، اتمطت اكتر، عدد الكروس بريدج هيقل، فقوة الكونتراكشن تقل.
الكلام ده شرحناه في اللينس تنشن ريليشن شيب. عملنا الكيرف علاقة اللينس على الهوريزونتال اكسس والتنشن او قوة الكونتراكشن على الفيرتيكال اكسس. السؤال اللي بعده، اثناء الكروس بريدج سايكلينج عايز الاختيار الصح، كالسيوم يمسك في الكالموديولين؟ تقول لي غلط، ما عنديش كالموديولين في سكيليتال المصل. الصح تقول لي كالسيوم يمسك في تروبولين سي. كالسيوم كومباين ويز اكتين، خطا، كالسيوم ما بيمسكش في الاكتين. الكالسيوم يمسك في تروبولين سي فيشيل التروبوميوسين من مكانه وبالتالي يحصل كروس بريدج سايكلينج. اي تي بي يستخدم عشان يسبب مايوسين كروس بريدج تو ريليز فروم ذا اكتين. ركز معايا في صيغه الجمله، هل انا بستخدم اي تي بي علشان المايوسين ينفصل عن الاكتين؟ تقول لي لا، احنا كلامنا بالترتيب، الطاقه قلت، اي تي بي قل، مايوسين انفصل اولا ثم مسك في اي تي بي ثانيا، لكن تقول انه بيستخدم من اجل الانفصال؟ لا، انت كده خليت الخطوة التانية هي الاولى، يبقى سي غلط. الاكتين شورتنز تو ريديوس ذا لينس اوف الساركومير، قلناها اكتر من مرة، اكتين اند مايوسين لينس ثابت ولا يتغير. السؤال اللي بعده، during cross bridge cycling of skeletal muscle contraction attachment of energized cross bridge on actin يسبب الكالسيوم ريليز؟ ايه رأيك؟ هتقول لي غلط، قصده بالانرجايزد كروس بريدج المايوسين. هل مسكت مايوسين في اكتين تخرج كالسيوم؟ هو احنا بننهي يعني، احنا الكالسيوم بدأ معانا وخلانا نمسك في بعض، مش معقولة بعد ما نمسك نخرج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم، مش هيحصل. bending of cross bridge causes sliding of myosin، هو مين اللي اتزحلق على مين؟ تقول الاكتين على المايوسين. وعلشان ما تنسهاش ابدا، اتسمى ليه اكتين؟ من كلمة اكشن، انت كونتراكتايل بروتين هتعمل الاكشن، احنا بنشدك للسنتر اوف ساركومير، ده اكشن. لما بتتشد يتحرك معاك التو زد لاينز يمين وشمال، طب ما ده اكشن، هيقصر المسافة بين تو زد لاين. الله، طب ما هو ده اكشن، ده مهم قوي. سي، ديتاتشمنت اوف اكتين مايوسين لينكج is due to ATP depletion. الإجابة صح، انفصال المايوسين عن الأكتين لينكج، يعني الرابطة دي انفصلت ليه؟ لأن الطاقة قلت، زي موبايلك بالظبط، فصل شحن أشحنه الأول، إعادة الشحن ده مهم قوي. Activation of cross bridge يعتمد على الـ ATP hydrolysis. طبعا هنا هو بيتكلم بصفة عامة، هل الكروس بريدج اكتيفيتد كسايكلينج في كل المراحل عاوز اي تي بي؟ تقول له لا، ما عدا بايندينج. السؤال اللي بعده، فايدة التروبو مايوسين. طبعا التروبو مايوسين واضح انه بيغطي اكتف سايتس اون اكتين ديورينج ريست، طبعا هو ده الصح، لان بقيه الاختيارات غلط واحنا شرحناها اكتر من مره. نبدا بقى في ابلكيشن على الكلام ده، رايجور مورتس. رايجور معناها ستيفنس، العضلات خشبت، بقينا عاملين زي التمثال. مورتس هي كلمه ايطالي، مورتو يعني وفاه، بعد الوفاه ب 36 48 ساعه الجسم يتحول الى تمثال خلاص. يا ترى السبب
فيلير اوف نيوروماسكولار ترانسميشن؟ لا، ده حصل نيوروماسكولار ترانسميشن وحصل كونتراكشن. ده انت البيت زي التمثال مخشب معناه الانقباض عالي جدا، يبقى دي لا. loss of ATP هي دي. المفروض على فكرة لما الـ ATP بيقل المفروض ان انا انفصل كمايوسين عن الاكتين، فامسك في ATP جديد. طب هو الـ ATP الجديد اللي همسك فيه مين مصدره؟ تقولي ميتوكوندري. طب انا مت دلوقتي، المصنع مش شغال، فمفيش ATP هيتكون، فيفضل المايوسين ماسك في الاكتين، وهو ده المسل ستيفنس. مينز مسل ستيفنس افتر فاتيج؟ الاجابه خطا، ده مش كونتراكشر، ده تعريف الكونتراكشر. انا ما بتكلمش على فاتيج اجهاد عضلي فتره معينه ويعدي، ده دس. از اوتو اميون ديزيز؟ غلط. الاوتو اميون ده الميسينيا جريفز. is due to loss of calcium؟ برضو غلط. ده الكالسيوم كان موجود وحصل الكونتراكشن، مشكلته الاساسيه ATP depletion failure of detachment. ازاي الميوسين ينفصل عن الاكتين وخلاص؟ انفصل ليه؟ ما هو ما فيش مصنع يعمل لي ATP امسك فيه. السؤال الأخير في هذا الفيديو: In the relaxed state of skeletal muscle، اتكلم عن relaxation، inward spread of depolarization wave along T-tubule. غلط. لما هيدخل action potential يبقى لازم يحصل contraction على طول، excitation يتبعها contraction coupling. كالسيوم اتاتش تو تروبونين سي؟ طيب برضو لا، ده مقدمه للكونتراكشن. كالسيوم ريليزد من اللاترال ساكس اوف ساركوبلازميك ريتيكولوم. المقصود بالاكياس الجانبيه او لاترال ساك السيسترنا. خروج الكالسيوم من السيسترنا او الانتفاخ ده مقدمه للكونتراكشن. تروبومايوسين يغطي الاكتيف بايندينج سايتس اون اكتين، هو ده الصح، هو ده الريلاكسيشن. لان الريلاكسيشن معناها رجع الكالسيوم للمخزن مره تانية بالكالسيوم اي تي بيز بامب، ويرجع الانسوليتور تروبومايوسين يغطي على الاكتيف بايندينج سايتس اوف اكتين. على فكره بتتسمى اسم حلو قوي، هي السايت اللي في الاكتين اللي هيمسك في المايوسين اسمه مايوسين بايندينج سايت. انا برمز له للحاجه اللي هيمسك فيها، انا بغطي الاماكن دي فيبدا الريلاكسيشن. يبقى الجمله الصح هي دي. في نهايه هذا الفيديو اتمنى نكون جمعنا نيوروماسكولار ترانسميشن، اكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، ستراكشر اوف ذا مسل ده مهم جدا، وميكانيزم اوف الكونتراكشن، الكروس بريدج سايكلينج، فكره الريلاكسيشن ورايجور مورتس. ان شاء الله الفيديو الثاني التكمله هتكلم من اول انواع المسل فايبرز، مصادر الاي تي بي، حتى نهايه السكيليتال مسل ان شاء الله. كان معاكم دكتور محمد فايز.